شنايد عليا الصوت عليك. أنا المواطن خوكم عايش في غلطتك، أنا المواطن عايش بين البنين، بالجمعة يوم فرحان وستة أيام عزيزين. أتذكروا ونأكدوا أنه الاتحاد العام لطلبة تونس والمنخرطين متاعه وأصدقائه وأنصاره ما همش مسامحين ورافضين لقانون المصالحة الاقتصادية. قانون المصالحة هو الآتي، هك الناس اللي سرقت في وقت بن علي تذكروها، الناس هذوما اليوم جي رئاسة الجمهورية بعد ما عملنا الدستور وعملنا فيه قانون كامل اسمه قانون العدالة الانتقالية، جي تقدم قانون اسمه بوس خوك، إجا قدم بوس خوك بوستين وقلوا راني مسامح وما صار حد شيء واعطيني 5% من الفلوس نتاعك وبرا امشي روح على روح ولا حبس ولا حد شيء. سلامي اللي مات مغدوم، سلامي شعبي ما بقاش يكون، سلامي علي على في السود وهالشعب ما فهم قلبات الفود. احنا معناتها موافقين 1000% العباد اللي تحب تقف القانون هذا، لخاطر كان تعدى القانون هذا باش يعديو قانون ما اقوى، وهذا هو العباد اللي خرجت في 2010 وفي 2011 وقبل العباد خرجت انه فما سرقه. اليوم العباد هذه تحب تشرع السرقه، هذاك علاش قاعدين نساندو ومازلنا باش نساندو. معناتها اليوم فوجئنا معناها واحنا جايين للكليه هذه المعهد العالي للانسانيه بتونس انه فما عسكره للمنطقه الكل، معناها من باب سعدون حتى قدام السبيطار للانستيتو، فما بوليسيه معناها لابسين زي المدني يحوسوا في وسط الكليه كراها داخله خارجه، وبدات التضييقات مصباح مصباح، يعني المدير نتاع المعهد يكلموه جيبوه من داره، الكاتبه العامه معناها تجي للاولاد لهنا للطلبه المنظمين وابناء الاتحاد وتقول لهم الفرقه ذي تخل بالامن العام، معناها فرقه نوفو سيستم، يعني فرقه شبابيه تغني في فن ملتزم. وبدات معناها فما نوع من الحديث اللي قاله وزير التعليم العالي في اول العام، قال نحن باش نمنعوا التجاذبات السياسيه. مش تسوى هي الحرية ترجعنا لأيام زمان عيشوا في أحلام.